أقوم بتحفيظ بناتي يوميا من القرآن، ويرددن من بعدي الصفحة من القرآن حوالي 7 أو 10 مرات. هل هذا يجزئ عن قراءة الورد اليومي؟ جزاكم الله خيرا. حسب النية، اللهم تعالى. إذا نوت بذلك الورد فإنه يكون وردا بإذن الله، ولكن الورد له آيات خصصة وله سور هي الأفضل فيه، مثلا آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورتا المعوذتين، وهذا في الصباح والمساء وبعد كل فريضة. هذه السور معينة للورد، وبقية سور القرآن وآية القرآن فيها خير وفيها بركة وفيها نفع للمسلم وحماية للمسلم. نعم.